بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. لباسي جوركاني أخذ سرقي غير الظاهرة كبوكي زانيني أخذ سرقك في وسيبة تأمل هيا باسي جور جور ما كدو تايسا. أما آخر جورا كخطيب باسيكا نرين آخر جوري باسكيا، بس آخر جورا كخطيب باسيكا نوتو ماني مخو نرين أم باسا چن جوري هيا وكيشواني باسكي بيشو باسي ظاهرك رام غير ظاهرك نرين چن جوري هيا ورام أما جوري بينجمك باسيك. ومنه أي من غير الظاهر أن يؤخذ بعض المعنى دواتر ويضاف إليه ما يحسنه. ولا أوي توبي همو معناه قسي كسي بيش ورنقري هنيكي ورقري همو ورنقري هنيكي ورقري بلام لبال أوا شتيتري بوزياد كي كماي جوانتر كردني بيه همو معناك ورنقري هنيكي ورقري، بس لبال أويشا شتيكي بو إضافة كي بو زياد كي كوا ببيبو هوي جوان كردني. ايقر خوانا خواس اشتيك من بو زياد كرد كجواني نكر او حد من هر غير الظاهر لي ملك ايوانيا كقول الأفوه وكا كأفوه عليه أفوه بيالين أفوه كوري عمري كوري مالكي أو دي يكيك الشاعر قوركاني سدي بيش أكسد البيش زي بيش هجرات لدورو بدي شصت هشتي بيش هجرات مردوة، يعني شاعري سدمي جاهلية هم شاعر بو هم كسي كده صلاة دارو حاكم وفرمان رواج بو وكوتريه كان من سادات الشعراء، يعني هم شاعر بو هم ده صلاة داري قوم عشرتكي خوشي بو. أفوه بو يبيلن أفوه شوكا قسروان بو ساني قسزان ودمتيج يبيلن أفوه يعني زماني تيجا سروان. دي ملاك أم أفوها ل قصيديك ك دوروبري سيدي ركبي سرتا عليه إن ترى رأسي فيه قزع وشواتي خلة فيها دوار أصبحت من بعد لون واحد وهي لونان وفي ذاك اعتبار فصروف الدهر في أطباقه خلعة فيها ارتفاع وانحدار. أو جاءت فيها أرواح تأغات أمجغي خمانا علي وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أنسة مارو وترى الطيرة على آثارنا، يعني أبيني بالندا بشوين يمادي يوم بوكيوبشينا ونشهدين بشوين معنا وترى رأي عينين، يعني أما خيالني هربتشاو ومشتاق أبيني ثقة رأي عينين يعني عيانا يعني هل ببرشا ثقة أكريب لي حال حال آخر أقر حال بي اسمي معناه ثقة تو تأويلي كابلي معنى اسمي فاعل مثلا يعني بلي واثقة أو يعني أو بالندانة متمانيا بأيما هي يا أو مفعول له مما يتضمنه
يا رنگ نلين حال بابل مفعول له هو مما يتضمنه قوله على آثارنا مفعول له هو بو فعليك ولنا او جار ومجرور يعني جار ومجرور كشي على آثارنا اي على آثارنا متعلقه به كان يجي مقدر بلي وكو خوشي تقديري كدو فرن اي كائنة على آثارنا لوقوعها لوثوقها لبرو متماني هي اوا نك حالي وايا كمتمان هي لبر او كمتماني هي بويا بشويني يماديا لوثوقها شو كمتماني ان هي او بالداران متماني ان بشي هي بوك ان ستمارو يعني ستطعم من لحوم من نقتلهم شكا بيخمن لوانا لويك واخوارني عند سكوي تير أكرين لخواردن خوارنكا چيا خوارنكا قوشتي أو كوش روانيك بدس يمت ياچن أي كيما خلقا كمان كوشتي تنقو على قمان بس لا شكانوني ملاكين دالو تيرو تير أي أقوى آوة وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أن ستمار ستمار بس يميري ملاكين مار أهله يعني أتاهم بالميراتي يعني خوارني بوهنان تو دي أما كقول الأفوه وقول أبي تمام أبو تمامش قال يرى شعريك هيا أليس ملاقيان قصيديك درود ريجا أبيش مدحي معتصم بالله تياكا لصلاة داري أو سدمي خويا ألي غدا الملك معمور الحرى والمنازل منورا وحف الروض عذب المناهل بمعتصم بالله أصبح ملجأ ومعتصما حرزا لكل موائل إثر هروا بيا أروا أتا عليتي علي وقد ظللت إقبان أعلامه ضحا بإقبان طير في الدماء نواهلي وقد ظللت ظلل بس يظل ملايا بس سيبرة أي ألقي عليها الظل بنتيجة فصار الذوات ظلين يعني بوبا خاوان سيبر چونك سيبري هيا ونيا سيبري هيا يعني سيبر لسر سريتي جا چي نايفاعلي أو ظللت چي ملايا إقبان أعلامه باسي آلا آلا علم أو إقبان أعلامه إضافي مشبه به ولا مشبه يعني أعلام يكوكو إقبان وانا وكو دال وانا دال علي أو آلانا كوكو دال وانا أو آلانا كوكو دال وانا ظللت سيبر يعني لسر كراوة ضحن لو كاتا كاتي چشتنگا بچي سيبر يعني لسر كراوة بإقبان الطيرين بإقبان الطيرين طالما أم جارة بهالوي راسقينة في الشرع معنو إقبان أعلامه يسأل إقبان الطيرين هو إضافة جوريك إلى جوركان بولاي جنسك إخوان بولاي فصلك بولاي نوعك مثلا إضافة خاصة بولاي عام إقباني طير شكرا طير فراوان ترى كش جيرترا نوعك يا أما فصلك يتي جوريك يتي جاء ظللت بإقباني طير في الدماء نواهلي أم طيران لخوانا تيربون نواهل يعني تيربون وإمام بتفتازاني شفرين من نهلا
إذا روية أما إن شاء الله لو شيء نهلا ورقيرا ونهلا يعني روية روية يعني تيربو نقيض عطشة أي عطشة يعني تيرابون أي رويش دجمني أوبي يعني تينوبون تيربو وثمان تير الرويه وثمان تير اي عطش يعني تينو بعد ما تقنش عطش يعني تينوبون رويه يعني تيرابون او جاء اقامت ام اخباني طيرانا مع الرايات حتى كأنها من الجيش بلام إلا أنها لم تقاتلي أو هلو دالانا بون بهاو نشيني أغلاكان يعني هر بردوام لقليانا بون هر بردوام أقامت مع الرايات جاك لقل أغلاكان بون وكوتيان لهاتي تر حتى كأنها من الجيش شو كبشي لشكوي سبا هابا علمو أغلاكوا كألاك دا كوتو بربو كوت أخوار إثر سباش كوي نامين ملاكين بوي لشر قديمة همو في داكاري كان كدو بو أوك ألاك دا كوي تزوي أي شون كب كوي تزوي يعني هوريان نما معنويات نما يعني شكان أي شالي أم جماعتي هلو دالانا بجور يبون بهاو دمو هاو نشيني ألاكان برفيقي ألاكان خليك بيشم أما نجهب بشكل لسباكا بلام چيا بلام إلا أنها لم تقاتلي باش داري شرقي عنا كردوا يعني هرقو تشاو ديروانا وقتون حلو قارمانا كان يسهر دور بدولة الوزينات تشاو ديري شرقا تخلق فقير رشد رود تقيج لنا واقش دي خينا نرجعو بن بشايدي نمر دي توبا لباسي شعر كان بقرين باب شين سر باسكي خمان باسكي خمان وطمان چيا وطمان جوري كتل جوركاني أخذوا سريقي غير ظاهر أويكا شاعر يكبية هنية لمعنى يقصي شاعر يكي تربيان يا بوخوي او جاب اضافة اشتيت لي شي بوزياد كاكا ان شاء الله ما يجوان ترك الدني بيه اوه طبعا يبزاني يسا شي كدوا ليرا لما توشي وحالة ابوين بزاني او شعركي افوه امشى شعركي ابو تما خطيب رحمة اخوائي اللي بي افرميه فإن ابا تمامين لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأي عينين راسي بيشم أبو تمام إلمامي نكردوا لمعنى تعبيري رأي عينين هي شكي نهناوا بعنوان إلمام أي إلمام من فيش تنخون دوما لجان إلمام شيبو الإمام تيو بيشتر خلمان أمل أيام وثمان الإمام أويك شاعريك بي معناي قصي شاعريك يتروار بقري دي إيسا أغيه بو عبارتي رأي عينين أبو تمام نهاتوا هيج معنايك لم جولي جاند بي لشعرك إخويا باسي رأي عينيني تانية باسي معناي رأي عينين لشعركي أبو تمامانية ده ببين أبزان تياتي وقد ظللت إقبان أعلامه ضحا بإقبان طير في الدماء نواهلي أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتلي باسي رأي عيني تيابو ملاجان تعبيرك تيابو معناي رأي عين بقينيه كابي أوي بعنوان إلمام نهيناوة رونا الدال على قرب الطير من الجيش بحيث ترى عيانا لا تخيلا تعبيرك وهينا هناوة بلقبي لسر أوكوا أم بالدارانا لسفاكا نزيكا أم هلو دالانا نزيكي سفاكا بجوريكا خلق بتواني بچاو بيان بيني نك هر بخيال بيان لي بكاتوا تعبير لو جرينين اكو لو دو ديال الشعر هيش اشعاري كي جايبه وا شيا
گرکه دی بیشه چی پی تو خاطیب ملکیان گرکه دی بیشه ایمه لم شعره همو معنی شعره که پیشو من نیه ناوا ایمه نالی هنی که یعنین ای هنی که یعنین اصابت اه باسی ایانه که ایتی آیا نه والا باسی بیانی که یعنی که بی هنی لمعنه که دست یال گرتوا اصابت ایلین ما میتفتازانی ملاحظه لسه رخصه هیا خوش من هر هم معنی اگر انسان توزی و بیتو لشعره کان وهذا مما يؤكد شجاعتهم وقتلهم الأعادي براسي أمك تير آوان زيبيت ولا سبا هموي بلغي لسروك أم سبا زور بغيرة بردوام خريكي كشتني لجمناكاني خوانا بوية تير آوان لان زيكا چونك بيخمل وكا خوارني دسكا بي اخوان که دست که وقتی که کشتار زور بی، ای کشتار که زور بی، وقتی که امس باب غیرت من، پل مردر من، یارشگر من، وانی ملاجان، فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأي عين، شتی کی نیا و معنای ک او معنای او عبارتی أفوه بگیانه، بد آخوی نیا و، ولا بشيء من معنى قوله ثقة أنس تمارو. بس أويش ينكدوا معناه ثقة أنسى تمارو يعني متمعني أن هبي أبوك ليرخواني عند سكبي أويش تانية الدال على وثوق الطير بالميرة لاعتيادها بذلك كتعبير لم جرى أجر معناه كيبه الرأي أبو ببلجلا سروك بالدار كان متمعني كان هي بدس كوتني خوارق للاي أم سبا بو شو كيتر عادة يعني بيوقتو ملاجن عادة يعني كتو بو خوادن بياكنا ولا بال سباي شركرة وهذا أيضا مما يؤكد المقصودة خودي على أجر تيرو تيور متمعني عن بس سباهابو أو كذا مقصودة كبو إمدو باتك كذا وكبريتي لبغيرتي خلكك أو أني كوا سباكين بيكيناو جنگاوره که با چی تیر متمانی پیانه ایمه لگیان هلی برو بغیرتن متمانی بغیرت یعنه متمانی باو هیا که اوانه بغیرتن اگر لگل امانه بن خوانیان دسته که بی تو او جا قیل ملگیان علی و نقطه دانیان او جا قیل قیل إن قول أبي تمام ظللت إلمام بمعنى قوله رأي عينين أم قيل تقريبا ردك لو فرمايشتي خطيب كفرميشي فرمي فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قوله رأي عينين لعبارتك أفوها باسي رأي عين هيا باسي عيانو تشاوبيا كوتن هيا لعبارة كاني أبو تمام أو إتيانية ملاكين أو باس إتيانية خطيب واي فرمو بس أم قيلة أغلي ولا تياتي أبو تيوالي بول إتيانية أخل لك شو هيا أغلى دسيريك إن قول أبي تمام ظللت أو إلمام بمعنى قوله رأي عين ما دم باسي سيبر دروز بون أكال سر أو آلاو سپای جیشا سپاو جیشا علی سپاکا و علی جیشا که مادم باسی دروز بونی سیا برکار سر اوانه ای به نتیجه یعنی دالکان نزیکن لعلاکان ای که نزیکش من حتما چاویان بینیه ای اوان سیا بریان دروز کرو سر علاکان یعنی اگر شد سیا بر دروز کار سر سری توش تک نبینی ملگیان ها خوان سیا برکار نبینی ای که بیان نزیکه بایی بینی که بیان انشاءالله لباسی ظلیلتا علمامی تیایه او قیل یکو آله جای امامی تفتازانی بخیره یعنی لبرو خویی زور بطلی نیه ملاحظه یکیه لسری ایسا یک بری با چی ملاگیان تو علی ولا ظلیلت علمامی تیایه معنی عبارتی رأی عین انشاءالله لظلیلتا ورگیره علی چون که لأن وقوع الظلی علی الرایاتی مشعرون بقربها من الجیشی هر اما کسی برکه کوتو تسر سری آلا کان او بلگه لسر او اماشه یکی تیایه باوکه الحمدلله تيرو تيرو بالدارا كان هلو كان
لسباك نزيكن أي كان نزيكش من عادة نبي جين وناك بلام وفيه نظر إمام تفتازانية فمن والله من راسي تيبين من لسلام قصهي يعني شيء مكي لما ضلني وشيء وشي بضلني يقول بان لكي ورخنا لسلية مثلا فرند سيريك إذ قد يقع ظل الطير على الراية وهو في جو السماء بحيث لا يرى أصلا على حالتي لم جرى رئيك يبالدار بأسمان ويوسي بريشي كوتو تسر آلاو تشي خلق بالدارك إيش نابيني بس عادة كيو حالتي بملاقين كزور زور 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 دور بي أي بخوا خوشتان زن خاون سيبر حتى دور كيو تو سيبر كي كالتر بيتو مگر بو خوي كسيف بي خوي چرو پر بي اگنا حتى دور كيو تو سيبر كي لخوارو كال بيتو هر خودان دي قطن نداو يواران مثلا نيوران شد كسيبر هي زور توخا دوائي برا 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 دور كيو تو سيبر كي رون بيتو كال بيتو بلان بنتيجة قد يقع ظل الطير على الراية وهو في جو السماء بحيث لا يرى أصلا أكري توميجا والله ما عدم سيبري دالا كان كوتسر آلا كان حتما نزيكا وشوالي رنقا سيبري شان بكوتسر آلا كان وزور زوري جدور بني من نابيني نابي حالة لو جورا برا والله بس هاوكات وكو خويا نابيني مخواس يبركيش نابيني إيه نعم إمامي تفتازاني أفرميت ولو قيل بقر يا أخو أو قيل من أو تجوى من داوة بلان بخوا بخوا قسكي خطيب هرجكي ملاحظي أمنع ما مشعر بوكا أقر أو قيليش نبي برخنا لسر خطيب أو قسكي خطيب هرخنا يترويتيكا أي شون خطيبو تيجي ملايا تي والله بداخوا لو قساني أبو تماما إيش إلمام يكبو معناي رأي عيني نية ليه تقيل لك وديها يا ونية ظليلتها يا إمامي تفتازاني وتكاك ظليلت وباسا نابي إيه والله ميسي أفنى شي أفنى نعم يعني أوقسك توود الراسة إلمام هيا بو معنى رأي عين بس لدسني شان كدني إلمام كاتو موفق نبوي آوا نا جوابي لقيلك قراء لقيلك قراء علي من شوكو قيلك رخنم هيا بس او رخنك قيلك قلتي من قبول مني اوا هذا ما يقرخنا معنا يا قيلك ودي المام هيا خطيب ودي المام نيه بس او قيلك دسي شاني كدوا المامك اللي شو اي من اقسم بدوني اوا بل نعم لو قيل ان قوله حتى كانها من الجيش المام بمعنى قوله راي عينين فإنها إنما تكون من الجيش إذا كان قريبا منهم ومختلطا بهم أو كاتا لو قيل آوى لم يبعد من الصواب تمام أقربوت لي أو عبارتي أبو تمام كوديتي حتى كأنها من الجيش أقرب لي آوى إلمام بمعنى رأي عين أكري فبيا هرچون يكبي أقسكاني أبو تمام إلمامي جاية بمعنى الرأي عين أو إلمامي جاية يعني معنى عبادة الرأي عينين همان معنى لعبارتك أي أبو تمام شاهي بس لكواها يا نقلو جيكي كقيلك أودي للاي ظللتها يا بس من ألم هيا بلام للاي حتى كأنها من الجيشي هيا آلوة بو فإنها إنما تكون من الجيش يالك أم طيروا بالدارانا كاتيا بس باك أحسيا بكريان إذا كان قريبا منهم إيوانيا كاتيا نزيق من الجيش أنا أقل دور بنشو أنا بن مباشي الجيش كما لك حتى كأنها من الجيش يعني وكوبلي يعني أولا نزيقا وكوبلي بشيكا إيوانيا تباسي نزيقا كيا ما شاء الله هنشي على الرأي عينين بقى لسر أو خالق سبكين أيوة لسر أو خالق سبكين بس ينزيكي كش إيش نزيك بو عادة أنا بيريك سيبك اللي برشا فإنها إنما تكون من الجيش إذا كان قريبا منهم
ومختلطا بهم تي قلبا او تيرانا لقل سباكا ديتر اقر اوابلي ان شاء الله ان شاء الله لم يبعد من الصواب ان شاء الله يجم زور دورني على راسي ويجي امي خوش زور زور بدلني بس ان شاء الله هل تشونك بيا هل باعش لقي لقى باعش على لقى ودي أقامت مع الراياتي يتربوني نزيكي ديتي أو باست وقتركاته ولا لأيما شو أقامت مع الراياتي يعني بو بهاو دمي آلاكان يعني دالاكان بون بهاو دمي آلاكا لقل أوانا دين واش يكابي حسيبك بشكل لجي شكل ديتر إن شاء الله نزيكن إن شاء الله أبين دين إتر دي مش باسي رأي عينينا كي دي بابشي نصر باسكي خمان ملايكيان يسأل بها إثباتي كرد كبشي الله معناي قولكي أفوه أبو تمام نيجي عندو إيه بشي كي جي عندو أو جاتي أو جاسر الرأي أو بشا شتيك شي بوزي أو كدوه كإن شاء الله باسك إجوان تلك كدوه بايمي إسابين أو يعني إثبات كي بلي ألي لكن زاد أبو تمام عليه أي على الأفوه زيادات كأو زياداتنا عيدان ودواني الحمد سيان هي محسنة زاد عليه زيادات محسنة للمعنى المأخوذ من الأفوه هن يشتي زيادة دوا أبو تمام إن شاء الله أو هنشته أو معنى جوان ترأكا أبو تمام لأفوه والقدوة جاري معناه كذي يا أبو تمام لأخوي والدوم الأجيال. قال أعني تساير الطير على آثارهم. معناه كبريتي لشي لو كأم خالك بشواب الرن بالدارج بشوين أنا أروى. يوني هادو شعر جوالي. أفوهتي وتجي ملاجيان. وتي وترى الطير على آثارنا. أي أبو تمام لشي. ألقى الظل عقبان أعلامه ضحا بعقبان طير في دماء نواهلي أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل يعني أمدى بالدارانا بون با شوين كوتو باشكوي سباكا اليوني هدو شعرك أو باسيتي يا ملجا فابي أو باسا أو باسيك أبو تمام لأفوهي والدتو وجا او جا بابين السر او كفزاين چي بو زياو كردوا خطيبة فرميه كومالش تي بو زياو كردوا زاد عليه زيادات او زياداتان حتما او معنى جوانكا زيادة كان الشين زيادانا يك بقوله إلا أنها لم تقاتلي دي اولا قولك افواها هيا نبخوا دو وبقوله في الدماء نواهلي بس يتيربوني تيركان لخوين هيا نا والله قولي سيم وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش او اتيايا نا والله والله ام تيرا هاو دم لقل آلا كانو هربيك ويو وكبلي بوابا بشي لسباك واو عبارة الله لا افهني او باسا وبي او سي باسا هرسي كان باسي زيادا بوشي بو باسا اساسيكا كأبو تمام لا أفوهي والقلت وكتيبو كبدو عدا تشونو شوين كوتني تير بو أم سبا بو أم خوكا وبها يتم حسن الأولي أعمي أخيرا كبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش أعبما وبها يتم حسن الأولي أقر أوبلين إن شاء الله درك بك دا يكم دانيان شن جوانا إلا أنها لم تقاتلي يسأل إلا أنها لم تقاتل جوانا
علي أرى والله بتشي أزاني علي دسيري وعبارتي وبإقامتها مع الراية حتى كأنها من الجيش آخر مهمة ببن ببشي لسفاك وشارش نكا ثانية ببن ببشي لسفاك وشارش نكا يعني قوله إلا أنها لم تقاتل وريابة ملايين تفسيري الأول بزانة مصرين شيئا الأول الأول مخصي أويك إلا أنها لم تقاتل الأول يعني لباس كدني زيادة كان أولا أجنب تشتوى ناو شعركي أبو تمام كو أولا ملايك كو أولا وكو أخير أخيرا وتيجي وتي أقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل يعني إلا أنها لم تقاتل لو أخيري أخيري ويا ولم لكاتي تعداد جمادني زيادة كان أو تخطي بيكم دانا باسي وتيجي إلا أنها لم تقاتل ويا دوان في الدماء نواهي الأودو سيم وبإقامتها مقام مع الرايات حتى كأنها من الجيش تواو بيفهم يعني دائما تفسيرك كتفسيرك واضح نية اگر بدستي شانكراي فيت نالين معناك ايشيا فكر بلايش تتري شاچه فكر بلايش هلاش اسما اول نية لراسيا آخرة بس كشي اوت او ناوي ناو اول بو لبرو لكاتي تعدادكا بيكم دانا باسي كدوا آوا يعني اول بو اعتباره اینا اگر سری قصه که ابو تمام کیله آخره واد و کو اول. لانه لا يحسن الاستدراك الذي هو قوله الا انها لم تقاتل ذلك الحسن الا بعد ان تجعل الطير مقيمه مع الرايات معدوده في عداد الجيش. قال شكل الراسيه اگر تو بدوي استدراكي في جوان بكي بمعنى كلمه. استدراك شيا أو يكالي إلا أنها لم تقاتل. جوان درناك باستدراك لو جيغا إلا كاتي نبيك أن تجعل الطير مقيمة مع الرايات معدودة في عداد الجيش. ما قال أو كاتوادا بنيك أم تيرا بردوام لقل آبا كان هاودمن وبشكشن لسباك حتى يتوهم أنها أيضا من المقاتلين. بجولك خلق رنجا جماني بوبشي كتيرا كانش مجاليش رنجا كتوها وكل جنجاور هاتو فلم تتوتي إلا أنها لم تقاتلي إتلى بمشتكي جوان تقريبا تواوا ملايا حالي بن يسام ملايا نسيك إيش أقصدك؟ هو إمام تفتازاني أفرمي من أم تفسير ما بيا باش أبو عبارتك؟ شو بتفسيرك؟ خطيب خويش يبو جوري كردوه. بلام خلكي تراتون تفسير تريان بقولوا. بلام بجلس لسام تفسير أقصدكين. سو تفسيرك أبو بدل تامبو؟ أيدي باش دي. ديتر هذا هو المفهوم من الإضاحي. أميك ومعنى كرديب أو عبارة أميك من خصم الرو هل أو معناك خطيب لإزاحة فرمية أي إزاحة شوكو شرح حواية وتلخيص ما دم وايا منش عبارتك تلخيص بجولي معناك كقول إزاحة معناك بوجولة من ورم بردو مفهومة لإضاحة بوجولة بلا موقيلة خلقي كيت إلا معناك ديني أم عبارة أو يوتو وفيتي معنى قوله وبها يتم حسن الأولي أي بهذه الزيادات الثلاثة يتم حسن معنى البيت الأولي يعني شعرية كم للرقي أم زيادانة وهستك إجوانا شعرية كم يعني أويك لبرد ساينك أوي دوام أخصي للرئي الزمن أوي دوام يكما أما يسا أبي بدوام للرئي الزمن أوي بس تازيما أمانا لبرد ساي أما يكما لوي دوامي بيشو والجيرا وآب جابز ياو كردني أمانة درك بيكوا أم شعر شعري كي جوانا إيش تي شو كشتي زياوي تي ملك
بشي له معنى الشعر شاعرك يتري هنا وا هنشتشي بو إضافة كده بو إضافة بس كجوان هنا. وقيل معنى قوله وبها يتم حسن الأول أي بهذه الزيادات يموتمان بها يعني بإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش بس أولنا بهذه الزيادات الثلاثة بارز يباسك فإلا أنها لم تقاتلوا ففي الدماء نواهلوا بإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش بمس يعني هرس يكيان شعرك جوان بوا شعرك إياكم تو بلي بلي بس كيان بس كجوان بوا شكا أمس يباسا لشعرك يشواني لم شعرها يكيس لبدسا جاء هذا هو المفهوم من الإيضاح أو عبارة لديري سيام أخير لم يحسن هذا لاستدراكه لأوك أنه حاشيك آخر يب كتايك دي حاشيك حاشي هذا هو المفهوم إيه نا دي لم يحسن هذا لاستدراكه إيه دي لا يوقع في الوهم أنها تقابل مع الجيش تقاتل مع الجيش شنا مثل الجيش يعني مع الجيش شربي بس تقاتلنا تقابل ملايا أولا نسوقين قلتوا نسوقي أولا تقاتل مثل توتاني بكي بتقاتل مثل يا بكي بتقاتل مع باشا فلهم حاشية للنسوقين أخذ رأى للنسوقين كان ونسرى نسرى وتقاتل مثل أو تشاك كانوا ولا حاشية طوال خو أمقي لي شمعنا كي جوانا بس مواثقني لبو أوي كمفهوم لإيضاحة ومفروضي شيئا ما شرح كلامي خطيب بجوال يبكي إنك خوي بيرازية آوا إلا ما قال خوانا خواسا رازي بونكي خوي هلا بيه موافق نمو بيت يايا ما قال أوا أجنا مبدئيا تو أبيع عبارتي همو كسي بو جوالا معناكي كخوي بيرازية اللي يوتا خطيب لإيضاحة بجوالي كي معناه كدوا يسي مش أوالي أي قيلة كما بو بدلنيا أي تكوا وانا لك خطيب فرميت ألا براو أنا خوصا كي جوانا قيلة توجيه كي معنى كنه في جوانا في راسة بالفعل لرقي أمسيانا و شعرك جوان بوا بوا تشوك أمسيانا لشعرك في أشوانين أيوانا كما لقيان أو جاء وأكثر هذه الأنواع المذكورة لغير الظاهر ونحوها مقبولة زوري نهر زوري أم باسانة كبينج جوربون بو غير بو سريق أو أغزي غير ظاهر بو باس مان كدن كأما أخير جور بو إصد دس مان بيقلو خون مان شوار مان لدرزي بيشوا وشا أخير جور أو بينج زوري نهر زوري أم جورانة وهاوي نكانشان مقبولن أم عبارة واقينك هني لم باسانة مقبولين هني إن شاء الله وانية إن شاء الله هذا شيء يمكن عبارة كي وادارشتو بوشي ملايان مقبولا على لما فيها من نوع تصرف والله تك الحمد لله جورا جورا تصرف قران كاري كتايا بالفعل ايش تصرف قران كاري كتابو يعني اتباع الروتنية ابتداع كتايا دائما ابتداع داهنان بجورك لجورا كان مقبوليتك هي ملايان اتباع مذمومة ابتداع داهنان مقبولة لبواري أدب فرنجو ثقافة بلاغة أوانا بل منها أي من هذه الأنواع ما يخرجه حسن التصرف من قبيل الاتباع إلى حيز الابتداع بل كهنيك لم باسانيك بحسابي سريقو أخذي غير ظاهر دا أنذين نالم أن بيانجا لما جموعي أو باسانة أخذي من بيانجا عن من باس كدوا بس والنحوي هاشي تريش من زورة هروكو أمانة
كهميان هل تشوارتشوي باسي سريقه واخذي غير ظاهره جانبي توا لهرهم او باسا نقلن بينجي خمانه ها لهرهم او نمونو باساني او جوراني كل تشوارتشوي باسي اخذ سريقي غير ظاهره جانبي توا هرهميان منها ما يخرجه حسن التصرف من قبيل الاتباع الى حيز الابتداع باور بك بجوريك شاعدك يدوم تصرفي كردو ولا قولك خليك بيجم بيت الباسي اتباعي في ودرناك به هل تواسكي بو خوي دا هنا وام فكرة فكري خويتي هي كسي بيشونية معناك هي خويتي هي او بيشونية واضحة اي دياري شبخوا وكلما كان اشد خفاء حتما كان اقرب الى القبول حتى 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 زياتر بشاريته او تو بي نزاني كلوي بيشي ورغتوا او حد ما زياده مقبول بو شو كبل في الهر ليك وكو قسيكي سلب اخوي خوي درك يا اوقات ايوني خل بي نزاني خل بي نزاني جاب شي اتو علي والله زور زور خفيه زور 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 اخرك دقت اندابي اما لسرتاي باسكوا وتمانشي وتمان باس يا ظاهر وغير ظاهر لوافق انا يا غير ظاهر شيء بتاملها هر مجرد نظر و سيتيا كردني در ناكوه تيا كي كان لو كاني ورغتوه توزي بيك نوي ابي اي اسا كالي والا خفائي زوري يعني جي يعني توزي بيك نوي نا دو توز بيك نوي ابي سياني ابي دا توز بيك نوي ابي زور زوري ابي اوه بحيث لا يعرف كونه مأخوذا من الاول الا بعد مزيد تأمل مزيد نازاني بيجي امشي على لو بيشو ورغتوه الا مقر چاك 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 بيليك يتوا نكر بيليك نوي ساده اخر بيليك نوي ساده بو همو اخذ سرقيتي غير ظاهر ضروره شكو خب بيليك نوي تو تي ناغي كام اخذ سرقيه شكو ظاهرني ما لاقي يعني تنالي ظاهرني اي اسك علي ولا خفائتي ايا بلكو اشد خفاء انا يعني شي يعني اوقات ازيد تاملا بباسي تاملك شي بو زيادك ما دام خفاء زور بو ابي تامل زياد فاجنات دركيناتي كشفيناك وانيا كان اقرب الى القبول لكونه ابعد من الاتباع وادخل في الابتداع شكو تازوايل يدي خليك بيشم اما فكري خويك يقصي خويك دور اللباسي اتباع وشون كوتنو باش خويتي خلق وانيا خلق بلي ولا ام كسل لو قصي ورقتوا وباس انا كالب يتوا تقريبا وايل يدي كأنما خل يجب اخو امي خويك زادي بيلي خويتي لم باسا شويني كسي ترنا كوتوا أوجه هذا كله إذا علم أن الثاني أخذ من الأول هذا الذي ذكر في الظاهر وغيره من ادعاء سبق أحدهما وأخذ الثاني منه وكونه مقبولا أو مردودا وتسمية كل بالأسامي المذكورة أم باسانا كله إذا علم أن الثانية أخذ من الأول توابي أن باسانيك لباسي أخذ سرقة كرمان شود من أخذ سرقة ظاهر بن شيبلين ولا غير ظاهر بن شيبي لواك يجين ولا حتما يكيك عن في أشرف فكرك يهبو أميد ونبشيني أوا أوا أو جاء كاما مقبول أو كاما مقبول نيا أو كاما تشينابيكي هي أو كاما تشينابيكي نيا همو أنباسانا كيا كاتيكا كإذا علم أن الثانية أخذ من الأول كله إنما يكون طبعا هذا باعتباري مذكور أي نخوة الزاني باس كان زولا يقولي مذكورات هذه كلها أبي أواطلي بس يقولي مذكور مع ذكرة الذي ذكر إتروك هذا بمفرد قيشك قبل هذا يشغل كله قيناك إذا علم بأن الثانية أخذ من الأول بشي أزاني علي بأن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حين نظم مثلا أم شاعرك أم شعري خويا يسداناوا تو أزانيك ولو كاتا شعري شاعرك بيشوشي لبربوا زاني بتي أغيلي بوا تيتر أوازي أتر قريني لسروك أم فكري خويا لوي أول قلتوا آوه نك يقين بدابة إنسان باشا
أو علم علمك يقينية بلا مصنك الراجح دروسك أبو إنسان الله ما دام شعري شاعرك يبيش بيستوى بأخوة فكري أو بو أو بأي يخبر هو عن نفسه يا أخوي علي علي والله كاك من أم فكرة ما لفلانك سوربت وآخرين شعري منصفا حسناك أفشف شكا علي والله أم فكرة فلانا شاعري مش بمجورة دام رشتوت وسلني شعريك هيا من العربي شازور بيني ولا كردي شابيني وما شعرك نزل مولوية أفرمي أفرمي تو توي توي دلا كم بقر بكرو بيدا نزل بقر يقر تو ديت غيري تو تيدا أو كاتب تيري مغان بارا بارش كرو نزل تيري أول على تو برو توي توي دلا كم قشتي بكرو سيريك أو توي توي عنيك هيتي توی او باشه باشه نیک که کونه سریع. حالا تو برو او توی آنی دلم بکارو توی آسیری که اگر بیل تو غیری خودت بینی برو باشه خود دلم رفت که من لعربیش او فکر مبینی وا. اخو حد ما عرب کن لمولیان ور نگر تو. حالا عیدو علی الوصال عیدو فإن شوقی لكم يزيدو خذوا فؤادي وفتشوه خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريدوا شو انت انا تبيها الوا ام ديودي بك فان رايتم فيه سواكم او زيدوا علي البعاد زيدوا اگر بیله خوتن کسی که ترتان بینی ل ناو دلما او نترلیم دور کونوا وازم لیبن دیل چن شعری عربی شابینی ما ل کوردی تری شهر بینی ما واضحه اگر کبرای شاعر انصاف یبوتی ولا من ام فکر ما ل اول گتو او تروب عشرا دیاله اعترافی خو یتی ملج و الا خو اگر یما نمان زانی بم دو قسا بم دو دلیلا دلیل یکم لکاتی و تنی شعرکی خو شعرکی تری اگال یبی لبري بي يا بو خوي بدم داني بوانا بي كوا ام فكري لاول قلتوا اجر وانا بو او لم يحكم بشيء من ذلك باخو اي تري مقسي وانا تي ملك بوشي لخو مانا بيشي والله اما اخذ سليم اي بوشي وانا بيشي اي بو يعني اكري مقسلا تعبير فكري دون فروق يكوابن اي بوشي ناكري ملك بوشي ناكري فرمایشتی امام عمر هي بر لدا بزینی آیت نصی فرمایشتا که دوائی آیتا که حد نص نفسی نص بو بر لدا بزینی آیتا که لجواز ان يكون الاتفاق من قبيل توارد الخواطر چونکه اکریه مثلا ام هاو فکریه ام هاو تعبیریه حتا هاو تعبیری اخنی ملباسی ظاهره که او تو مانه هنی جار هل نص شعرك او هنا بيتي حد بتواوتي كلمات شعرك او بديه والناس ما كاينش يقدا قشتي هنا ديناك لي ام دون فر متفق من لو باسا هي او نبي هنا بيتي مثلا يا ستو علمونيه بلي والله حد من لي ورقتوا بو اي شوك نازاني كلو كادا شعرك خوي نسيه اي بيتي لي لبر بو يعنا وخوي شي اعترافي بو باسا نكردوا اي شي توا الحكمة دي بيشي والله هل لي ورقتوا حتما بو حتما ملاجل بو حتما رنق لجواز أن يكون الاتفاق في اللفظ والمعنى جميعا أو في المعنى وحده من قبيل توارد الخواطر أو أن يدو نفر لي كاتا يكفكريان بودي أولي بخوا من أواف أشغل والله سبحان الله مش أني فكرم هيا أني فكرم بخوا كسي خسيك على قسم بخوا مش حرب يسمع أقسب كم حر أقسى أقسى دي خواطر ملاجل لا شرح قيدك دوانية فرمعيش يكي شيخ جلال الدين دواني من ريليكو يكي اللي محاشيكان رخني ليكي لي والله أقصر ريكي ما يتبتع زالين ريح عيبة تويجي والله قلتو عيبة عيبة اللي قلتو كاك بو عيبة كاك باش كم موضوعي تواردي خواطر بناك ريح من قبيل توارد الخواطر أي مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأخذ خو كسبيري لو أنا قلت باقسي كسي برعن بربا أصلا هر أغايش لينيا أم قسيك كاسيرك عيني
قصة أيش كليتي عيني قصة يا عيني فكرة ومعنى يا عيني تعبير إيشا كوا عادي دبلي دي دبلي بزعم قصة لو جوارة قال ملاجيان كما يحكى عن ابن ميادة ابن ميادة شاعرك لهد عصي أمي عباس يا شياوة ناوي الرماح كري أبردة ذبيانية غطفانية حتى بعض العلماء وعلى بالين والله لنا بغيظ بيانش شعير تربوة ابن ميادة لدور بري صالي صوت لنوي كوشيا وفاتي كدوة ابن ميادة يحكى عنه أنه أنشد لنفسه قالين أعم دي الرشعر يبو خيوتوا وتويتي شي وتويتي كاكا جان مفيد و أمكاك ابن ميادة فرميتي مفيد ومتلاف إذا ما أتيته تهلل واهتز اهتزاز المهند كتب الشرف من أو نبخشن دمو سودقين بخلقو خسارة دم لخوم مالا دسيخوم دركام أيثم مواصفاتي من أمي خلق بو خلق أو خسار بو خوم يعني أويك لدى اسمها أي دم بخل مفيد ومتلاف أما مواصفاتنا أو جاء إذا ما أتيته من كأما مواصفاتنا أقل بيب ولام سيركي تحلل واهتز اهتزاز المهندي دمو تابم برشينا داو شو قداته ولا خوشي أدسا كم بلر لركو شمشيري هندي إسو شعري وتوا لولا وفقيل له بيانو توتيان كهكا وتيكي توبو خادري أو خوا أين يذهب بك هذا للحطيئة بو خادري أو قرآن توبو أعبب شعر وأتي ولا حطيئة الله والله من أم شعر موتوا يعني توقع جرأتك يخصي وابك يعني جي يعني أم شعر شعري حطيئة ودولك يوبو بو خادري خوا دو الله يخوما ديما يحطيئة أبتي إيه الحمد لله فقال الآن علمت أني شاعر الآن علم القرآن بيشترك الشعر مهود هربو خم حزبك الشيء بلي مجينا وزور خم بشاعر نازعي بس ما دم يسقسك منو حطائي هل يكتعبيرا يسوى زمان غير شاعر مكاك أو يحطائي وتيتي وتمن شيء لهم سبحان الله نفسي تعبيرا جاب أمانة بيتان بلي أم شعرا لقصديك يتشلو سوار دي الريح حطائي آهايا أوادس بيك عليه آثرت إدلاجي على ليلي حرة هضيم الحشا حساتة المتجرد إذا النوم ألهاها عن الزاد خلتها بعيد الكراباتت على طي مسجدي إترحلوا فيها أرواحة أقاتة مفيد ومتلاف إذا ما أتيته تهلل واهتز اهتزاز المهند بلام بخوا باقسي كشكين لم جيغا شاعري كتر هي بيالين شماخي كوري ضراري ذبياني او شعرانا ادريتا بال اوش باش يكال شعركاني حطيئة ادريتا بالي او شاعريشا ابم جورد اسبيكا علي تزور امرأ ان يعطي على الحمد ما له ومن يعطي اثمان المحامد يحمد يا يحمدي وأنت امرؤ من تعطيه اليوم نائلا بكفك لا يمنعك من نائل الغد يا من نائل الغد ترى الجود لا يدني من المرء حتفه كما البخل والإمساك ليس بمخلدي مفيد ومتلاف إذا ما سألته تهلل واهتز اهتزاز المهند متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عقدها خير عندها خير موقدي عندها خير موقدي ولي اگر باشترين اگر بيني بزانا باشترين اگر کرو لو جگاه اي راس کاتو اگر باش انساني اگر تروي باش کاتو دي ترو شعر اجي تبالي او شاعر ايشا او شمع في كوري الضراد الذبياني ولم على كل جاء ام ابن ميادة وتويتي سلم جگاه ملايان وتيتي والله من آئسة أزانم شاعرم خواه قدار آئسة بو
چونكه اذ وافقته على قوله ولم اسمعه اذان يا ملاجان اذا اذي تعليلي اذ لنسخه كان وايه لمطوله وايه اذ الفقيه بجنوا اذ وافقته على قوله ولم اسمعه بوي اسخم بشاعر زانم چونكه او تقس كم هروك قسي حطي وايه اخوا علي مخبير شلوم نبي سوا اري تعودي كابير ريك يا ملاجان الحمد لله وتواردي خواطره هل عيني تعبير عيني تعبير فإذا لم يعلم أن الثاني أخذ من الأول قيل قال فلان كذا بس الحمد لله إشباب أمانته بلين وقد سبقه إليه فلان فقال كذا أجر تودو شعر بيني ليكتن تعبير كان معنى كانيا فكرة كانيا مثلا نيشت زانيك بالفعل أمي دوم لو يكمي ورقتوها أو كاتا تعبيرك كم لي باشا بو خود الباس كن لباسك بو امانت بو دعاي توشي هجوم يرسوانا نبي بو اوك حكمي ناروانا دي بسر خلقا اما شي ولا اعمل اوي ورقتو كيوتي لوي ورقتو كيوتي اي ايزاني تأكيد يعني اقر ايزاني قيشق وكوت من شاعرك لكاتك شعرك خوي وتو اوك شي لبر بو يا خوي با اعترافي خوي داني بو انا اوك لوي ورقتو اي اقر ام قرينانا ورسوي قيناك انا بو شي وعلي لخوت اي او جابلين شي باشا بلين شي باشا قال يبل يا كاكيان قال فلان كذا أأم شاعري دومي إيسا أأم قسيك الدوا أي إتر ولا بيشتريش وقد سبقه إليه فلان فقال كذا بيشتريش كسيك إتر فلان شاعريش هر عيني قسيك الدوا يا عيني فكرة وعيني معناي وتو بوشي وابكي ملاجيان باشا قال ليغتنم يا ليغتنم بذلك فضيلة الصدق لبروا او حرمتي دسك بيدو اي خلي بيجن رازقوي اخذت ولا خطو بيجي ولا عمل وي ورقتو اي دواي ناترسي قلب لي ولا دروقي ها باش وين رازقوي يا بقر ويسلم من دعوى علم الغيب او جرى خلي بيز لي بيرسون اروتو غيب زاني كاكا باش يا زاني عمل وي ورقتو كوا شي قريني يا كبي معلوم غيب زاني بو يوالي ونسبه النقص الى غيره وانا قاس او نقصت بيجي ولا اعمل وي ورقتو شاعرك يقولو قران شي ولا يسام قسيل شعرك يتر ورقتو خوش نيه خو سرقاتي شعري بس بس شي هي يعني نقص ابو شاعري دوم يزن ولا عم فكرك الى شعريه كما ورقتو اي خوي شي واضحة ما وصلش يا محمد خال رحمتي اخوي لي بيه افرو والله مولوي فكري شعري هي بالتاريخ ادب عربي فارسي كردي شتيوانيه بالتاريخ او ادبيات شتيوانيه هذا قصدي وايت يعني بحسب علمي من أوى بعلم هالشيء أتيكي جوري أبو مولوي على فكري ولا شعري مولوي هيا والله يبقى تاريخ أدبيات عربي وفارسي وكردي أو نمن أقدارم شتي وايت يعني هو شاعري يعني أوى يعني فكريه كبراتي لخلكي ورنقت به ملاجئ قصيه كبابك خلكي بيشتر نيكت به تواو اتروا مما يتصل بهذا أو بيشكي درزيدة هاتوا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين والحمد لله رب العالمين.